خوتنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد سبعيل. حلقة ديال اليوم فيها أخبار متنوعة. أهم هذا الخبر هو أن الاتحاد الفرنسي لوحد الرياضة يسمح لمنتخب جمهورية القبائل بالمشاركة في منافسة رياضية بفرنسا لأول مرة، وهذا يعني فعل يطرح التساؤل، كيفاش اليوم رئيسة الوزراء الفرنسي كتمشي للجزائر من أجل عقد اتفاقيات، وفي نفس الوقت إشارة رمزية جديدة بالسماح لمنتخب القبائل بالمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية، وغادي نشوفوا التحليل ديالنا في هذه الحلقة. إضافة إلى أن الحكومة المغربية اختارت ولأول مرة كذلك أن تقاطع اللغة الفرنسية وتعوضها باللغة الإنجليزية، غادي نشوفوا التفاصيل في هذه الحلقة، إضافة إلى تفاصيل جديدة وتعليقات على بعض الصور والفيديوهات. تفرجوا في هذه الحلقة من الأول حتى الأخر. مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة. الكذبة ديال البوليساريو اللي كانت كتقول بأن هذا السيد هو ممثل الجبهة في الأمم المتحدة، يعني السفير ديال البوليساريو في الأمم المتحدة، كان دائما يقدم الجزائر كيقدموه في وسائل الإعلام بهذه الصفة. ولكن اليوم أثناء مناقشات ديال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، شوفوا ديك لافيش اللي كان قدامه باش متقدم، قدموه كفاعل مدني او فاعل جمعوي، وهذا يعني رد على داك الكذوب. حنا شوف، حنا غادي نتبعوا باباكم تنفضحوكم كاملين وجميع الترهات ديالكم اللي كديروا وكتكذبوا على البشر وعلى الدول وعلى الشعوب ديالكم. مثلا الشعب الجزائري كيظن فعلا بان البوليساريو معترف بها، او الجمهوريه العربيه الوهميه معترف بها من الامم المتحده وبالتالي عندها ممثل. هذا كذلك ينطبق على مجموعه ممن يسمون انفسهم بممثلين دوله الوهم في مجموعه من الدول الاوروبيه. كتلقى مثلا ممثل البوليساريو في اسبانيا، ممثل كذا في فرنسا، ممثل ديالهم في بلجيكا. هادو فقط مجموعه من القاطنين في هذه الدول يؤسسون جمعيات، ولكن يقدمون انفسهم كممثلين لهذه المنظمات او لهذه المنظمه الارهابيه. كذلك واحد الصوره طريفه جميله، كيف كالعادة كيعجبوني الجزائريين والمسؤولين الجزائريين فاش كيستضفوا شي مسؤول أجنبي من شي دولة أخرى، يعني كرم الضيافة موجود وهذا الشيء كتقضيو علينا به، يعني الكرم ديال الضيافة. إذا كان المغرب كيدير التمر والحليب كعادة وتقاليد عند الدخول ديال الباب، فأنتم كتعجبوني بالطبيصلات ديال الحماص وكاوكاو وقريشلات وحلوة ديال 10 ريال، يعني داك الشيء عندكم يا سلام، يعني كتعجبوني، يعني حضور الثقافة الجزائرية ديال الطبيصلات والمسيرات في الطبيصلات، هادشي شفناه في الحضور الاستقبال ديال الوزير الأول الجزائري لرئيسة الوزراء الفرنسي، حضور ديال يعني هادشي زوين، يعني برافو لكم، استمروا على هذا المنوال. غير بغينا نقول لكم بأنه راه كاينين شي طبيصلات المديكورين عندنا في المغرب هنايا، كنتمنوا أنكم تشوفوا من جهتهم أو ديروا بحالهم عندكم، لأن الطبيصلات راه تجاوزهم الزمن. ابسط بيت مغربي الا بغى يحط الفاكهه للضيافين ديالو مابقاش كيحطهم في الطبيصلات، كيحطوا في طبيصلات مديكورين مخصصين ديال يعني خصيصا لهذه الفاكهه، ماشي طبصيل ديال الزيت العود وديال لي سالاد وكذا كنحطوا فيه سميتو. راه المغاربه عارفين هذه الامور ولا داعي للحديث فيها بزاف. كذلك غادي نشوفوا اليوم واحد الكذبه، احنا على مشارف ديال القمة العربية، وقناة الجزائر الدولية كتكتب لك تأكيد عربي على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مبصيري. الله ينعل اللي ما يحشم. تأكيد عربي يعني إجماع عربي على، وفين شكون اللي كيعترف في الدول العربية كاملة بهذا الوهم؟ شكون اللي كيحتضن هذا الوهم؟ راه حتى واحد ما كيعرف هذا البوليساريو ولا فاهم شناهي هذا البوليساريو ولا كذا، زعماء دول ووزراء، راه فقط هي كذبة كاينة في أذهانكم، واليوم تحاولون أن تصرفوا للشعب الجزائري على أن هناك انتصار للدبلوماسية الجزائرية باختراق دول عربية اليوم تتضامن مع الشعب الصحراوي، وهذه كذبة كبيرة. غادي نشوف المقاطعة
ديال الحكومة المغربية لأول مرة اللغة الفرنسية. لأول مرة الحكومة المغربية عبر موقعها في تويتر تنشر منشور باللغة الإنجليزية. يعني هذا تحول مهم جدا. كنا كنشوفوا إما العربية إما الفرنسية. اليوم المغرب كيختار أنه يبعد عن الفرنسية. والابتعاد عن الفرنسية هو إجراء سياسي مهم بالقطيعة مع كل ما هو فرنسي. فرنسا التي اليوم تتحرش بالمصالح المغربية، اليوم فرنسا تحاول البحث عن مصالحها في الدول المغاربية عبر الابتزاز. المغرب لم يقبل ولن يقبل بهذه الممارسات الدنيئة من فرنسا. المغرب اليوم نوع من الشركاء دياله، نوع من شركاء تجاريين اقتصاديين سياسيين وكذلك العسكريين. إذا فرنسا اليوم بقيت معزولة وبقيت عندها يعني الاتفاقية ديالها مع الجيران اللي منعوك كتسمح لها أنها تبقى تنهب في الخيرات ديالهم كيف ما بغت. مشات رئيسة الوزراء الفرنسي إلى الجزائر، وفي نفس الوقت كنشوفوا أن الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى يستقبل القبائل، يسمح لجمهورية القبائل بأن تتمثل وتشارك في نصف الماراثون المقام بباريس في دورته 44 لأول مرة. يعني شوف بحال فرنسا كتقول للجزائر عندنا مجموعة ديال الأوراق الضغط عليك، عندنا ورقة الضغط ديال التأشيرات، عندنا ورقة الضغط ديال النصف الماراثون، يعني ورقة الضغط، عندنا ورقة الضغط ديال جمهورية القبائل لباقي الرئيس ديالها الا منعناه من الحضور في التلفزيون ديال سي نيوز، فاليوم نسمح بالمنتخب القبيلي بالمشاركة في هذه التظاهرة الرياضية. ولأول مرة للإشارة لأول مرة، يعني كتقول لها أوراق الضغط، بغينا الغاز بالثمن اللي بغينا. اليوم روسيا منعات الغاز أنه يمشي لفرنسا، فرنسا بحاجة ماسة إلى الغاز، وهناك مجموعة من التسريبات كتقول بأن رئيسة الوزراء الفرنسي مشات من أجل حل المشكل ديال التأشيرات بورقة الغاز، تشري الغاز بالثمن اللي بغات وفي عدد السنوات اللي بغات. يعني اللي فرنسا بالجزائر، مبروك يا ماكرون، الجزائر رجعت لك. للإشارة المغرب لحد الآن لم يرد على الدعوة أو المقولة القول ديال ماكرون بأنه سيزور المغرب نهاية هذا الشهر. إذن ماكرون بغى والمغرب لا أهل، يقول له لا أهل ولا سهل بك. وتحدي، كنتمنى أن ماكرون ينزل الشوارع المغربية ويشوف واش غادي يلقى نفس الترحاب والأحضان والقبل اللي تلقاها في المستعمرة ديالو اللي باقي مستعمرة لحد الآن في الجزائر. خدنا نهاية ديال هذه الحلقة، ما تنسوش الدعم ديالها بابوني اشتركت في الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.